الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اترك الكتاب. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الرحمي رحمه الله تعالى: في فرق بين الحاضرين والمستمعين؟ تسجل. أنا أخاف أنه عندنا بعض الناس يحضر معنا لكن لا يستمع، نائم. ممكن؟ ممكن، نعم. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. الحمد لله. الجد جد أب، من يرث؟ الأب. إذن الجد يقول محجوب بالجد، الجد محجوب بالأب، عرفنا هذا من قديم، لا إشكال. نعم. وتسقط الجدات من كل جهة. الجدة متى ترث؟ عند عدم الأم. أم جدة، الجدة صفر. نعم. وتسقط الجدة من كل جهة، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبهه. نعم. جدة ساقطة يعني غير وارثة، مفهوم؟ أو محجوبة، ليست ساقطة يعني ساقطة، مفهوم؟ في فرق عند الفرضين وعند غير الفرضين، لا تلبس علينا. نعم. وهكذا ابن الابن بالابن فلا. ابن الابن بالابن، ابن وابن ابن، الابن يرث، ابن الابن ليس له شيء. نعم. وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معللا. نعم. وتسقط الإخوة بالبنين. أخذنا إخوة أشقاء ولأب، إخوة أشقاء ولأب، عندنا ابن يحجب الأشقاء ولأب، ابن ابن يحجب الأشقاء ولأب، أب يحجب الأشقاء ولأب، صح؟ وكذلك الجد يحجب الأشقاء ولأب. ثم عندنا أيضا الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الوارث من الذكور، سيذكر. نعم. اترك الكتاب، خليك معي. نعم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. نعم. أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. نعم، يعني واحد أو أكثر. ويفضل ابن الأم بالإسقاط. يقول ابن الأم يعني ولد الأم يزيد بماذا؟ يزيد أنه يسقط بستة، فرع الوارث والأصل الوارث من الذكور، فرع الوارث أربع، الأصل الوارث من الذكور أب وجد، هؤلاء ستة. نعم. بالجد فافهمه على احتياط. نعم. ويفضل ابن الأم بالإسقاط، بالجد فافهمه على احتياط. نعم. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل زدني. زدني، هو يقول، قال زدني، ولماذا ما تقول له زدني؟ أقول قال فقل لي زدني، زدني. نعم. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. نعم، يقول عندنا بنات ثلثين وبنت ابن صفر، بنات ابن صفر، إلا إذا جاءتنا بنت واحدة تأخذ بنت الابن فأكثر السدس عند عدم المعصب. نعم. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. نعم. ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات. إلا إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا. عندنا أخوات شقيقات ثلثين، أخت لأب فأكثر صفر، مفهوم؟ لكن جاءتنا الشقيقة واحدة أخت لأب فأكثر السدس عند عدم المعصب، مفهوم؟ أسقطنا أولاد الأب البواكية، قالوا ما استفادوا شيء من هذا الميت إلا البكاء، مفهوم؟ بكاء، ما قال نياحة، انتبه، النياحة كبيرة وتسخط على قضاء الله وقدره، لكن يبكي لا أشكال، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رحمة، مفهوم؟ أي نعم. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا. نعم، أخوات شقيقات ثلثين، أخت لأب صفر، لكن جاء أخ لأب يسمى قريب مبارك، يأخذ
الأخ الشقيق الباقي مع الأخ لأب مع الأخت لأب تعصيبا. نعم فأكثر. وليس ابن وليس يقول انتبه، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، هذا ما يعصب أحد. ما تقول ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق غير وارثة، مفهوم؟ نعم. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. نعم.